بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله. مع سلسلة السيرة النبوية الطاهرة حقيقة في دقيقة، مع الحلقة 41 بعد 100، مع معركة مؤتة في جزئها الأول من 7 أجزاء. في شهر جماد الأولى في السنة 8 من الهجرة وقعت غزوة مؤتة العظيمة بين المسلمين والغساسنة، وسميت غزوة مع العلم أن الغزوة هي ما يحضرها الرسول صلى الله عليه وسلم، والتي لا يحضرها تسمى سرية، ورغم ذلك سميت غزوة مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشهد بنفسه. وقد كشف الله لنبيه أحداث الغزوة وهو في المدينة المنورة. أما سبب هذه الغزوة أن رسول صلى الله عليه وسلم قتله الكفار. الرسول الذي يرسل من قبل شخصين لا يقتل، لا يؤذى، يؤدي رسالته ثم يرجع آمنا مطمئنا، فقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو سببها، قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو الحارث بن عمير رضي الله عنه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بعثه بكتاب إلى ملك بصرى في الشام، فعرض له شرحبيل بن عمرو الغساني فقتله لما علم أنه مسلم. وكان قتل السفراء والرسل من أشنع الجرائم، فقد جرت العادة والعرف بعدم قتلهم أو التعرض لهم. والسلام عليكم.